نعود مشاهدينا الحديث عن تطورات الأسواق العالمية. نضيفنا هنا في الأستوديو مازن سلهب. مازن، صدرت اليوم أخبار من الصين تقول فيها ويقول فيها بنك الشعب الصيني إنه سيعمد أو سيعتمد على آليات أو أدوات مختلطة لتوفير السيولة في الأسواق، كما أنه خفف أو قلل من شأن الارتفاعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة في سعر الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة. وبالتالي لكنه في آخر البيان أشار إلى أنه إلى أن السياسة النقدية ستبقى متحفظة. كيف يمكن قراءة هذا التصريح والمفعول الذي قد يؤثر به على الأسواق يوم غد إن شاء الله؟ أعتقد أنه التصريحات اللي أجت من بنك الشعب الصيني أعتقد كانت يعني هي انعكاس ل خلينا نحكي حالة القلق اللي شفناها في الأسواق العالمية بشكل خاص من الصين خلال الثلاث أسابيع الماضية بشأن موضوع الائتماني في 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 الصين. عم بيكون في عندك أنت نقطة مهمة مراد، في عندنا نحن تراجع واضح بأداء الاقتصاد الصيني خلال فترة ماضية، وعم نشوف نحن في عندنا تراجع بمعدلات نمو، وكل البيانات الاقتصادية على سبيل المثال بالأربع أو الخمس أسابيع الأخيرة أشارت إلى تراجع بمختلف القطاعات. هي تترك تحديات هائلة أمام البنك المركزي في الصين للقيام بالمزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. هلا النقطة المهمة في الموضوع بأنه معدلات التضخم مرتفعة، وكانت عندك أنت المعروض النقدي والكتلة النقدية في الصين هائلة جدا، وبالتالي أثرت بشكل أو بآخر على هذه المعدلات. بنك الشعب الصيني يريد أن يوجد نوع من الانضباط في أداء الاقتصاد أو في أداء الأسواق المالية بشكل خاص الكميات النقد المعروضة في الأسواق والتحكم فيها. هلا بشكل أو بآخر بنك الشعب الصيني يستطيع التحكم بأداء الاقتصاد الصيني، ومثل ما بنعرف بأنه الاقتصاد في الصين يعني بالنهاية بشكل عام يتم إدارته من قبل الدولة، يعني لا يتم إدارته بشكل أو بآخر من خلينا نحكي على طريقة الأمريكية أو على طريقة الأوروبيين. فإذا في عندك يعني هذا التصريحات أعتقد سوف تترك تأثير ربما تكون ليس بالتأثير الإيجابي على أداء الأسهم يعني أداء الأسهم الصينية خلينا نحكي يوم غد، لكن أعتقد بشكل عام سوف تترك تأثيرا إيجابيا على مسيرة الاقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة. لأنه نحن بصراحة إذا كان في عندك أنت تراجع بمعدلات نمو هذا سوف يترك مشاكل أخرى، وسوف يكون عندك أنت نتائج ربما تكون غير متوقعة رح بتكون يعني خلينا نحكي خلال الست شهور القادمة من هون لنهاية العام. وبالتالي كان هذا موضوع يعني يجب أن يتم، لأنه بالنهاية إذا كان بنك الشعب الصين غير قادر على إدارة الموضوع الاقتصادي أو إدارة خلينا نحكي يعني السيولة والفوائد بين البنوك فعندك مشكلة. نحن عم نشوف إنه أسعار النازل في الصين على سبيل المثال مرتفعة جدا، وعم بيكون في عندك أنت معدلة هائلة تضخم في الصين. بنك الشعب الصيني ذكر أن الارتفاعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة أو ما صرحت سمعتي بأزمة السيولة في الفترة الأخيرة لم تكن تأثيرات كبيرة على أسعار المنازل أو القطاع العقاري. أصلا يمكن سبب الارتفاع المنازل هو أن لا أدوات استثمارية أخرى في الصين، فلهذا يكون توجه كبير للعقارات. بالفعل. ما زلنا نكتفي بهذا القدر بالنسبة لمتابعتنا لتطورات الأسواق العالمية. طبعا نراك الأسبوع القادم ووقفات كذلك وتحركات هذه الأسواق. شكرا.